بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدورة العلمية الثامنة في المسجد الحرام عن أحكام الحج ومقاصده، وفي موضوع خذوا عني مناسككم في الحلقة الخامسة، كنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. رواه مسلم وأبو داود بسند صحيح. وجاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأبدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه. هذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه انتهى من الطواف وصلى ركعتي الطواف ذهب إلى المسعى، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه صلى ركعتي الطواف، وكان جاء في حديث جابر أنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة من الأخيرة من الطواف، ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وأنه بعد صلاته لهاتين الركعتين ذهب للكعبة واستلم الحجر الأسود، ثم ذهب إلى الصفا وتلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، واتجه إلى الصفا وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به. وجاء أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من الصفا قال أبدأ، قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وهذا تنبيه إلى أن السعي يبدأ من الصفا، فلو أن إنسانا بدأ من المروة لم يعتبر ولم يعتد بالشوط الذي فعله من المروة إلى الصفا، وإنما يكون الشوط الأول بالنسبة له هو الذي كان من الصفا إلى المروة، فلو اكتفى بهذا كان قد يبقى عليه شوط في الأخير والسابع.
لأن الأول غير معتبر الذي بدأه من المروة. وقوله قول جابر فبدأ بالصفا فرقى عليه، يبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صعد إلى جبل الصفا وعلى عليه حتى شاهد الكعبة، وكان المسعى خارج المسجد الحرام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا حتى شاهد الكعبة، فاتجه إلى الكعبة واستقبلها، وفي هذه الحال وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى الكعبة، فوحد الله تعالى وكبره. ومما قاله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال بعد هذا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بعد هذا بدعاء متنوع، وكرر ذلك 3 مرات. ثم إنه نزل متجها إلى المروة، حتى أنه إذا صار في بطن الوادي وهو ما بين العالمين التي وضع لها لمبات خضراء في زمن هذا، انصبت قدماه فأسرع في سعيه سعيا شديدا كما فعلت أمنا هاجر رضي الله عنها ورحمها. يقول حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى، يعني إذا انتهى من الوادي صار يمشي مشيا معتادا وهو متجه إلى المروة. فلما صعد على المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا من الدعاء والذكر الذي مر ذكره. وهذا تنبيه إلى أن الصفا والمروة من شعائر وأعمال الحج الكبرى، وأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يعمل ذلك 7 مرات. يسرع في موضع الإسراع وهو بطن الوادي الذي وضع عليه العلامات الخضراء، ويمشي في البقية مشيا معتادا. قال العلماء رحمهم الله إنه يستحب الإسراع في المشي أو الإسراع أو الجري في بطن الوادي، وأن هذا ليس واجبا وإنما هو من السنن، وهي سنة في حق الرجال دون النساء. وأما المروة المرأة فإن المستحب في حقها أن تمشي مشيا معتادا ولا تسرع، لأن الإسراع يعرضها لانكشاف شيء من عورتها، وهذا يتنافى مع التشريع الإسلامي. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في ما يتعلق بما بعد السعي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم
ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا، متفق عليه. هذا الحديث دليل على جواز الفسخ من الحج ومن الإفراد ومن القران إلى التمتع لمن لم يكن قد ساق هديا، وعلى أن السعي أمر أساسي في العمرة فهو ركن من أركانها، وعلى أن أخذ الشعر هو نوع من التحلل وهو واجب من واجبات العمرة ومن واجبات الحج. هذا الحديث يدل على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا هديا من خارج مكة أن يتحولوا إلى متمتعين، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسق الهدي لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. قال: فهذا دليل على فضيلة التمتع، وأنه أفضل الأنساك، وأنه أفضل من القران، وأفضل من الإفراد. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتحول من قرانه أو إفراده إلى متمتع هو كونه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحول إلى متمتع. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. وهذا دليل على أن هؤلاء الذين تمتعوا أنهم صاروا تمتعين محلين تحللا كاملا من جميع محظورات الإحرام، وأنهم أحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فأحرموا بالحج بعد أن تحللوا من عمرتهم. واستدل بهذا الحديث على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينهر هديه يوم النحر. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد بسند صحيح لغيره. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وجاء عن عبد العزيز بن الرفيع قال: سألت أنسا فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، متفق عليه. هذه الأحاديث تبين لنا أن السنة والأفضل للإنسان الحاج والمتمتع أن يكون بمنى من قبل الظهر يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. فيسن للحجاج من كان منهم قارنا أو مفردا أو من كان متمتعا وتحلل من عمرته أن يكونوا في ضحى اليوم الثامن بمنى. فرسولنا عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى ووجه الناس الذين تمتعوا أن يحرموا ضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية بالحج، ويتجهوا إلى منى وصلى بها عليه الصلاة والسلام ظهر اليوم الثامن، وصلى في منى قبل الذهاب إلى عرفة 5 فروض: ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فصلى هذه الفروض 5
كلها بمنى في يوم التروية وليلة عرفة، كما أنه ذكر في حديث عبد العزيز ابن رفيع أنه سأل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث عشر أنه صلى بالأبطح، صلى العصر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه صلى الظهر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بعدما رمى ودفع من منى، فرمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ثم خرج من منى وصلى الظهر بالأبطح خارج منى. وهذا تنبيه إلى ما هو الأفضل وما هو السنة. والمبيت بمنى ليلا واجب في أيام التشريق، وللإنسان في النهار أن يخرج منها ويبقى بمنى إذا كان محتاج إلى الخروج في الليل، يبقى بمنى أكثر الليل، بمعنى أكثر من 50% من الليل يبقاه بمنى، فيصدق عليه أنه بات وجاء بالمطلوب إن شاء الله. وإن كان الأفضل هو أن يبقى بمنى في أيام التشريق ليلا ونهارا. وجاء أيضا في حديث جابر قال لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الحديث يبين مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وهو أنه بقي بمنى صبيحة يوم عرفة حتى أنه إذا طلعت الشمس مكث قليلا بعد طلوع الشمس ثم اتجه إلى عرفات. وكلف بعض أصحابه ومرافقيه بأن يتقدموه ويضربوا له، يبنوا له خيمة بنمرة، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة وجلس في هذه القبة أو الخيمة التي نصبت له بنمرة، وهي خارج عرفة وخارج الحرم. وكانت قريش تجزم أنه سيقف بمزدلفة عند المشعر الحرام كما هي عادتهم في الجاهلية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم واتجه من منى إلى عرفات ولم يتوقف بمزدلفة في صبيحة يوم عرفة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في قبته حتى إذا أن الشمس قد زالت أمر بناقته المسمات بالقصواء، فهيئت له ورحلت له، وركبها صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي وادي عورنة، ووقف به على ناقته وخطب الناس وعلمهم أحكام دينهم وأحكام المناسك، وبين لهم الحلال والحرام، وعلمهم الكثير من أمور دينهم وما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم. وكان مما ذكره عليه الصلاة والسلام أن قال لهم
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويومهم هذا هو يوم عرفة، وشهرهم هذا هو شهر ذي الحجة، وبلدهم هذا هو البلد الحرام، فكلها حرمات. فبين عظم أمور الإنسان المتعلقة بنفسه وبماله وبعرضه، فإن شأنها في الإسلام عظيم. وهذه من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسائل، وأكد عليهم الاهتمام بها والعناية بها وعدم التساهل والتهاون في شأنها، لأنها عند الله تعالى عظيمة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وجاء عن عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيب، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا وقت دفعهم من منى إلى عرفات كانوا يلبون، وكان بعضهم يكبر فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعضهم يكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فلا ينكر على أي منهم، وهذا دليل على أنه سائغ، وإن كان الأفضل الذي جاءت به الأدلة الأخرى هو الانشغال بالتلبية، والتكبير يكون عند الرمي لجمرة العقبة. وحديث عروة ابن مضرس الطائي جاء متأخرا بعدما رحل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرفات، فهو وصل إلى هذه الأرض لكن ليس متأكدا مكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، فهو صار يستعرض عرفة طولا وعرضا، وأتعب نفسه وأكل راحلته وهو يبحث عن الموقف الذي وقف فيه، وأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك من مكان مرتفع من تل أو جبل أو واد أو سهل إلا وقف عليه، وكان ذلك في الليل بعد مغادرة الرسول عليه الصلاة والسلام لعرفات. فهل يعتبر قد أدرك الحج؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابه وقال: من شهد صلاتنا هذه وهي صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع إلى منى، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة سواء أكان ليلا أو نهارا، يعني يوم عرفة أو ليلة العيد. إذا أنه وطئت قدماه عرفة ليلة العيد فإنه يعتبر قد أدرك الحج، وقد أدرك الوقوف بعرفة، ويعتبر حجه صحيحا. فقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك،
بعرفة يعني ليلة العيد أو يوم عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وهذه الحديث تدل على أن الجمع بين الظهر والعصر في عرفات أنه هو المطلوب شرعا، سواء كان الإنسان حج من مكة أو حج من الآفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة وجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن يؤخروا صلاة العصر، وإنما أقرهم على صلاتهم للعصر مع الظهر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بعرفة وبمزدلفة هذا مما هو اشتهر واستفاض في جميع العصور، والذي عليه جماهير أهل الإسلام هو الالتزام بذلك. في عرفة وفي مزدلفة يجمعون بين الصلاتين. واستدل كثير من أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقف ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أن وقت الوقوف ليس خاصا بما بعد زوال الشمس يوم عرفة، بل من وقف قبل الزوال فإنه يعتبر وقوفه صحيحا. وجاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. وهذا الحديث يبين أن الوقوف بعرفة سائغ ليلا أي ليلة العيد أو نهارا في يوم عرفة، وأن الحج هو عرفة، فمن فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة العيد فقد فاته الحج ويحولها إلى عمرة. كما أن أيام منى بعد يوم العيد ثلاثة أيام، هي الحادي عشر والثاني عشر والثلاث عشر، فمن أدرك أيام منى ثلاثة أيام فإنه يكون قد أتى بما هو الأفضل، كما في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ومن تعجل في يومين هي الحادي عشر والثاني عشر، فخرج بعدما رمى جمرات الثاني عشر، رماها بعد الزوال وخرج من منى، فإنه يسقط عن قبل غروب الشمس، فإنه يخرج يسقط عنه رمي ومبيت الثالث عشر، ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولابن ماجه وأحمد أيضا نحوه: وفيه كل فجاج مكة طريق ومنحر، بسند حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس أن مسائل الحج ولله الحمد والمنة فيها سماحة ويسر وليس فيها تضييق. فالرسول عليه الصلاة والسلام نحر بمكان من منى، وهو ما كان قريبا من مسجد
الخيف، كل منى تصلح للنحر الهدي، بل إن كل الحرم، حرم مكة، هو محل لنحر الهدي، فمن نحر في أي موضع من فجاج مكة فإنه يصح نحره، بدليل حديث كل فجاج مكة طريق ومنحر، فمن نحر في مكة أو نحر في منى أو نحر في المزدلفة أو نحر في النواحي الأخرى من مكة التي هي داخل حدود الحرم فإن نحره صحيح، سواء كان هدي تمتع وقران أو دم جزاء. وقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الوقوف بعرفة يكون داخل حدودها المحددة بعلامات موضحة في زمننا هذا ولوحات مكتوب عليها داخل حدود عرفة، فإذا وقف الإنسان يوم عرفة أو ليلة عرفة، ليلة النحر بعرفة في هذه الأماكن داخل هذه الحدود المحددة باللوحات فإن حجه صحيح، ولا يلزم من ذلك أن يذهب الإنسان إلى جبل إلال أو المسمى بجبل الرحمة ويصعد عليه ويظن أن هذا له مزية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلفه وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة، فالإنسان يدخل حدود عرفة ويقف في أي ناحية من نواحيها ويستقبل القبلة ويتجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء والتضرع والإلحاح عليه، ولا يضيع وقته في التنقل في الطرقات أو الذهاب إلى جبل الرحمة ونحو ذلك، فعرفت كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد على جبل عرفات، وإنما كان خلفه وجعله بينه وبين القبلة، كما أنه نبه عليه الصلاة والسلام إلى أن المبيت بمزدلفة يكون في حدود مزدلفة، ومزدلفة واسعة، في أي ناحية بات فيها الإنسان مما هو داخل حدود مزدلفة فإن مبيته صحيح وسليم وتام، ولا يلزم من ذلك أن يذهب إلى جبل المشعر، وإنما في أي ناحية من نواحي المزدلفة بات فيه فمبيته صحيح، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره وكماله من فضل الله جل وعلا. فقوله وجمع كلها موقف، جمع هي المزدلفة فهي موقف كلها، كما أن عرفات موقف كلها. وقول وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فمراد منها أن مكة يؤتى إليها من جميع الجهات، سواء كان من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وليس هناك طريق خاص هو الذي يدخل منه إلى مكة، بل من كل ناحية يأتيها الإنسان يدخل منه ولا حرج عليه في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثانية العليا التي هي تسمى الآن بالحجون، لكن لو أن إنسانا جاء من نواحي أخرى فإنه لا إشكال في فعله وعمله صحيح، والله أعلم. وجاء عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي بإسناد صحيح. هذه المسألة تبين مسألة من المسائل الدقيقة ما يدلك على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقل أحواله كلها للناس ليتأدب الناس ويتخلقوا بأخلاق سيدهم ورسولهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما يخبرنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وهو رديفه وهو خادمه، ف
النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو الله تعالى ويتضرع إليه، وهذا تنبيه على أنه يشرع في يوم عرفة رفع اليدين بالدعاء، فليس هذا خاصا بالاستسقاء، بل إنه مشروع في أماكن متعددة، ومنها هذه المسألة وهو دعاء يوم عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على ناقته كان يدعو ورفع يديه الثنتين، يقول: فسقط خطامها، أي خطام الناقة، وهو الحبل الذي تقاد به من راكبها، فتناول الخطام ممن رفعه إليه بإحدى يديه، وبقيت اليد الأخرى مرفوعة في الدعاء. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لو حصل له مثل هذه الحال أو انشغل بإحدى يديه وهو يدعو أنه لا حرج عليه، فيبقي اليد الأخرى التي هي غير مشغولة مرفوعة يدعو الله تعالى بها. وهذا من المسائل النادرة التي يعز نقل مثلها لقلة مثل هذه حصول مثل هذه الأمور. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ: له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاءت روايات كثيرة في هذا تبين فضل هذا الدعاء وفضله في يوم عرفة، وأنه هو خير الدعاء وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان يجتهد في مثل هذا الدعاء ويكرره في يوم عرفة وفي كل وقت وفي كل حين، لأنه يحمل معنى التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في القصد والطلب. والأحاديث في هذا المعنى تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء في يوم عرفة وفي غيره، وأن هذا الدعاء هو خير ما يقال في ذلك اليوم، فيكثر الإنسان من هذا ويردده. ثم جاءت أحاديث في الدفع إلى مزدلفة، ثم منها إلى منى. من ذلك ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه. أسامة رضي الله عنه وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة يصف لنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يسير سيرا معتدلا بين الإبطاء والإسراع وهو العنق، وأنه سير سهل، وأنه إذا وجد فجوة نص، يعني وجد مكانا خاليا ليس فيه أحد، فإنه يسرع فيه، والنص بمعنى أسرع، وذلك لأجل الاستعجال للصلاة الجمع بين المغرب والعشاء، وهي لا تصلى إلا بالمزدلفة، فيجمع الإنسان بين المصلحتين من السكينة والوقار عند الزحام ومن الإسراع عند عدم الزحام. ولهذا جاء في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا قال: عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف
الذي يرمى به الجمرة، رواه أحمد ومسلم. حديث الفضل بن عباس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس عليكم السكينة، يعني يأمرهم بأن لا يسرعوا عند الزحام، فإذا كان هناك ازدحام فإن الإنسان عليه أن يراعي أحوال من حوله فلا يسرع ويهمل حقوق الآخرين، لأن إسراعه يضر بهم ويضايقهم، وربما سقط بعضهم أو دهس بهذه الوسائل التي للنقل سواء كانت الإبل أو السيارات في زمننا هذا. فالإنسان مطلوب منه أن يجمع بين السكينة والوقار عند الزحام ومن الإسراع عند عدم الزحام حتى يستفيد من الوقت ومن المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال أيها الناس عليكم السكينة، إن البر ليس بالإيجاف. قال فما رأيت ناقة رافعة يدها حتى أتى جمعا. وقد هذا تنبيه من أن الناس انتبهوا لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوه مباشرة، فهموا الحكم والتزموا به ولا يحتاجون إلى متابعة ولا مضايقة ولا كاميرات من أجل أن تضبط تصرفاتهم، وإنما كان عندهم الوازع الإيماني الذي عرفوا أن توجيه رسولهم عليه الصلاة والسلام هو أن الإنسان إذا كان في حال زحام أن يراعي ويرفق بإخوانه المسلمين، لأن كل من حوله هم مسلمون ويحتاجون ما يحتاج، فلا يكون هو مصدر أذى وإزعاج وإلحاق الضرر بهم، وإنما يكون كل إنسان يرأف بنفسه وبمن حوله ويراعي أحواله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المزدلفة صلى بها، وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة أول عمل قام به هو الصلاة، فصلى بها صلاة الجمع المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين، فأذن أذانا واحدا ثم أقام للمغرب فصلاها ثلاثا، ثم أقام للعشاء وصلاها ثنتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي أنه لم يتنفل، لم يصلي بين المغرب والعشاء نافلة. وهذا تنبيه إلى أن الجمع يكون متصلا بين الفريضتين، لا يفصل بينهما بصلاة نافلة. وبعد ذلك اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر. هذا تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة بالصلاة، ولا يمنع من ذلك أن يكون قد أوتر، لكنه لم يكن قد أحياها كعادته في إحياء الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ طلوع الفجر وهو كان في عبادة ومشقة ويحتاج الجسم إلى راحة، ومن سماحة هذا الدين وكماله وأنه يراعي حاجة البدن، فالجسم الذي من الصباح إلى العشاء وهو كان في عبادة منشغل يحتاج إلى أن يرتاح لأجل أن يتقوى على العبادات الكثيرة التي سيعملها غدا
في يوم العيد. فكان من أعظم العبادات في ليلة العيد عيد النحر لمن هو حاج هو أن يبات وينام ويأخذ قسطا كاملا من الراحة والطمأنينة، ويتقوى بدنه وعزيمته على ما هو مقبل عليه من عبادات أخرى سيعملها في يوم العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام اضطجع حتى طلع الفجر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سفر. فيدخل هذا ضمن صلاته للوتر في السفر، ولم ينقل عنه ذلك بنصه لعدم ظهور ذلك، لأنه ربما صلاه صلاة مختصرة ولم يطل فيها القراءة والقيام. لما أنه طلع الفجر في أول وقته صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ليلة مزدلفة بأول وقتها، ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وهو المكان التل المرتفع بالمزدلفة، فاستقبل القبلة ودعا الله تعالى وكبر وهلل ووحد، فلم يزل على ذلك حتى أسفرت الدنيا جدا ولم تطلع الشمس. فلما أن الدنيا أسفرت وقبل طلوع الشمس دفع إلى منى، يعني اتجه إلى منى قبل طلوع الشمس، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وهم يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم ليبين الفرق بيننا وبينهم، وأن الإسلام ليس تابعا لما كان عليه أهل الجاهلية، وإنما هو مخالف لهم. حتى إذا أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هو واد مجرى للسير بين مزدلفة ومنى، وهو ليس من مزدلفة ولا من منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، وأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا أن الإنسان إذا كان وصل هذا المكان أنه يسرع في مشيه أو في جريه في هذا المكان حتى يجتاز هذا الوادي، وهو ما يقارب 445 ذراع، أي ما يعادل 220 متر تقريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرك قليلا لاجتياز هذا، لأنه ليس فيه عوائق، فيريد أن يتخطى هذا المسلك ويخرج إلى الدخول إلى منى، فهو حد منى وحد مزدلفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز هذا الوادي اتجه إلى الطريق الوسطى من منى، وهي المتجهة إلى الجمرات أو إلى جمرة العقبة، وسلكه لأنه أسهل المسالك في التوجه إلى الجمرة. يقول: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى جمرة العقبة، هي التي كانت عند الشجرة، وهي كانت في مكان متصل بجبل، وأزيل الآن بسبب هذه التوسعات العظيمة التي أولتها حكومتنا وفقها الله لكل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يرمي كل حصاة وحدها ويكبر مع كل واحدة من الحصاء. والحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو حصى يرمى به في الإبهام، من عادة الناس يسمون الرمي بالإبهام هو الخذف، وهذا معروف عند العرب، ومقدارها بمقدار حبة الفول بين الحمص والبندق،
أكبر من الحمص وأصغر من البندق، ورماها من بطن الوادي بحيث أنه يجعل مكة على يساره ومنى تكون عن يمينه. وهذا هو المنحر، وهذا هو المرمى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورمى منه. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام انصرف إلى المنحر. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يرمي هذه الجمار وقف للناس وأطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الناس على ما معه من حصن يرمى بها، وقال لهم: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا يجوز للإنسان أن يرمي بحجر كبير ولا أن يرمي بحجر صغير جدا، ولا أن يرمي بغير الحصى، ولا يشرع غسل الحصى. فالإنسان عليه أن يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وتصرفاته، لأنه القائل: خذوا عني مناسككم. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من رمي الجمار انصرف إلى المنحر. وسيأتينا بعض الأحاديث في هذا المعنى إن شاء الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه جماعة إلا مسلم. لكن في رواية أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كي ما نغير. فأهل الجاهلية كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وينادون جبلا وهو أكبر الجبال في مكة وهو جبل ثبير، فينادونه ويطلبون أن تظهر الشمس عليه، حتى أنه إذا ظهرت الشمس عليه أفاضوا إلى منى. النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا فأفاض إلى منى قبل طلوع الشمس للمخالفة لأهل الكفر. وأكذا يجب على الإنسان أن يعتز بإسلامه ولا يكون إمعة وتبعا لغيره. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، متفق عليه. هذا الحديث يبين أن بعض الناس لهم أحوال قد يشق عليهم أن يتأخروا في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لظروفهم الصحية. فمن ذلك ما حصل لسودة، وهي زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة ضخمة الجسم وثقيلة في المشي، فاستأذنت أنها تفيض من مزدلفة بليل قبل الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تدفع من مزدلفة بالليل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه جماعة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ممن كلفه النبي عليه الصلاة والسلام ممن يرافق النساء والضعفة من أهله ليتقدموا إلى منى قبل الناس لئلا يزدحموا أو يزحمهم الناس ويضايقوهم. ومن هنا جاءت مشروعية الدفع من مزدلفة للضعفة والمسنين والمرضى أن يدفعوا من بعد منتصف الليل، فلهم ذلك بموجب هذه الرخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لسودة ومن معها من النساء أن يدفعوا من المزدلفة في الليل قبل الفجر، ولا ينتظروا حتى يصلوا الفجر فيها وتسفر الدنيا، فإن هذا الوقت الذي هو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل والأتم والأكمل، وهو لمن كان إنسانا رجلا شديدا
جلدا، وأما من كان ضعيفا من الرجال أو كانت امرأة فإنه يشرع لهم أن يدفعوا قبل ذلك ولا حرج فيه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، رواه أحمد بسند صحيح. وجاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومعنى أوضع أي أسرع في المشي في السير في وادي محسر، كما مر بنا أنه وادي مجرى سيل وأنه ليس فيه عوائق، فيكون المجال مفسوحا أمام الإنسان فيسرع فيه ليتيح المجال لمن وراءه. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك وأما بعد فإذا زالت الشمس خرجه الجماعة. هذا يبين وقت الرمي للجمرة في يوم العيد وفي أيام التشريق. فجابر رضي الله عنه يذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة في يوم العيد يوم النحر في الضحى، يعني بعدما طلعت الشمس بوقت، وأما بعد ذلك في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد زوال الشمس، وهذا رواه الجماعة. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة وهو يعلم الناس الأحكام الشرعية، فكان على راحلته وهو يرمي ليراه الناس وليأخذوا منه وليسمعوا كلامه ويروا فعله، فكان يرمي الجمار وهو يقول للناس في يوم العيد لتأخذوا عني مناسككم، يعني افهموا الأعمال والأقوال والتصرفات التي أمارسها فطبقوها، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد هذه الحجة، أي أن هذه هي آخر حجة. وهذا تنبيه من ناحيتين، المسألة الأولى تنبيه الناس ليأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعلومات بدقة وينقلوها لغيرهم حتى لو نسيها أحدهم لم ينسها الآخر. والأمر الثاني هو أن هذه الأعمال مطلوب منكم فعلها فلا تتساهلوا فيها ولا تضيعوها، فما فعلته هو السنة وما لم أفعله فليس بسنة، وهذا أصل من أصول الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم إنه ينبه بهذا إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام، وهذا أدعى إلى أن الناس يأخذوا بهذه السنن وينتبهوا لها ويبلغوها من وراءهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبعين، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حج وكان في السنوات المتأخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس كيف يكون الرمي، فجعل القبلة وهي الكعبة عن يساره وجعل منى عن يمينه، وصار يستقبل الجمرة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، وهو يقول للناس هكذا فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام، هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه أفضل الصلاة والسلام.
فانتبهوا لذلك وافهموه. وبدل الجمرة الكبرى جاء عند مسلم جمرة العقبة، وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاد، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة على نبينا أفضل الصلاة والسلام رضي الله عن ابن مسعود وسائر الصحابة. ورمي الجمرة يوم النحر كما عليه جماهير أهل العلم أنه يبدأ من منتصف ليلة العيد وينتهي بغروب الشمس من يوم العيد. ولما كثر الزحام في سنوات مضت رأى بعض أهل العلم أن ترمى ليلا لمن لم يتمكن من الرمي نهارا، لكن مع وجود هذه التوسعات في الأدوار المتعددة للرمي والتنظيمات الحديثة فإنه لا يشق الرمي على الإنسان في النهار، فينبغي الالتزام بذلك والاقتصار على ما جاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلجأ للضرورة إلا عند الضرورة. وأما الرمي في أيام التشريق فيبدأ من صلاة من زوال الشمس وهو دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. وإذا احتاج الإنسان وعجز عن الرمي نهارا فإنه يرمي ليلا، لكن إذا أهمل ذلك وضيعه فيخشى عليه من أن يكون عمله فيه خلل، والله أعلم. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.